بقى الاستاذ نبيل، لان هو قال انه كان بيتوتر في مشاهده معاكي، ليه كان بيقصد ايه بالكلام؟ لا طبعا، يعني هو يقصد يعني من رحمته معايا، لانه كنت المشاهد بتاعتي معاه من اهم واصعب مشاهد ليا في حياتي بصراحه، لانه كمان جاي في حاله انهيار نرمين. يعني هو كان بالنسبه لها الخلاص، خلاص ده السالفيشن بتاعها، كل حياتها انهارت، وهي متخيله ان ابوها ده هو امتداد السحر اللي هيخلصها من كل مشاكلها. فانا بقابله وانا في حطام، فكل مشاهدي معاه تقريبا هم 6 7 مشاهد كلهم ماستر سينز، وانا كنت متدمره قوي فيها، فكنت ببقى قاعده مركزه وقاعده لوحدي. فهو يا حبيبي يقصد انه يعني مش عايز، يبقى خايف عليكي من كتر التعب النفسي. لا، ومش عايز يعيد عشان ما يبقاش في اي ارهاق نفسي عليا. طب هنشوف مشهد بظن ان هو كان فعلا ماستر سين زي ما قالت حنان، لما حرق لها كل كتب السحر، وهي طبعا في حاله هستيريه لان هي متخيله ان ده الحل الوحيد لابنها. شوف مشهد. بابا بابا، في ايه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انت عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ قول لي انت ايه اللي حصل؟ فهمني ايه اللي حصل؟ انا بعد ما قريت بشويه حضر، وبعدين حصل اللي حصل بقى وما قدرتش بنفسي. سيبني لوحدي، سيبني لوحدي. هاي لا، هاخد ياس و انت مرض. هنتمشى شوية، انت مرض. نتمشى شوية. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليكم من كل الله، حرام عليكم من كل الله.